وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السفير أنور حبيب الله، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين. مرحبا بك سعادة السفير معنا في نشرة الثالثة. وبداية، كيف تقرأ العلاقات العربية الصينية والعلاقات الخليجية الصينية وآفاق التعاون الحالي؟ بالنسبة للعلاقة الصين مع دول الخليج، ممكن نقول هناك في هذه السنوات أصدرت الصين والدول مجلس تعاون خليجية ثقة سياسية متبادلة وعمقت التعاون عملية بفضل اهتمام قيادة الصين ودول قيادة دول مجلس التعاون الخليجية. أصبحت العلاقات بين جانبين صحية ومستقرة ومتنامية على نحو الشامل. وفي صدارة العلاقة الصين مع الدول العربية والخليجية، أن الصين أكبر شريك تجاريا لدول مجلس التعاون الخليجية منذ فترة طويلة. في العام الماضي زادت التجارة بين الصين وبين دول مجلس التعاون الخليجية بالنسبة 44% رغم اتجاه الهبوطية العالمية، ويحقق تعاون عملية بين جانبين في مختلف المجالات نتائج مثمرة وتتزايد قوة وتبادلات شعبية. وأصبحت العلاقات بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجية نموذجا للتعاون بين الصين والدول النامية. علاقات بين الصين والدول العربية بما فيها البحرين صديقة تضرب بجذورها إلى أعماق تاريخ ترجع إلى طريق الحرير قديم قبل أكثر من 2000 سنة. منذ ذلك الحين ممكن نقول أنه ظل سلام وتعاون والانفتاح والشمول والتعلم متبادلة واستفادة متبادلة وكسب مشترك أصبح عنوانا رئيسيا لتاريخ التواصل بين الصين والدول العربية. على مدى أكثر من 70 سنة بعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية، تعذرت وتساندت الصين والدول العربية بكل صدق والإخلاص وبروح الفريق واحدة في سبيل تحقيق الاستقلال الوطنية والنهضة الأمة، وتضامنت وتعاونت لدفاع عن حق وتحقيق الكسب مشترك في محافل دولية سياسيا واقتصاديا، وحقق تعاون ودية بين جانبين الدفرة التاريخية من حيث نضاق وعمق، وأصبح القدوة يعتزي بها التعاون لجنوب وجنوب. نعم سعادة السفير، ما هو المؤمل من خلال القمتين العربية الصينية والخليجية الصينية في تعزيز هذه العلاقات بين الدول العربية والخليجية والصين؟ سيقوم القادة الصين والدول المنطقة بتخطيط التعاون بين جانبين في المستقبل والدفع بارتقاء بنوعية ومستوى علاقات صينية عربية وعلاقات صينية خليجية. إنه تتركز على مزيد من التوافق بين جانبين في الحوكمة العالمية والتنمية والأمن والحوار الحضارية وغيرها من القضايا الهامة. وهناك ستكون هذه القمة معلما فارقا في تاريخ العلاقات الصينية العربية والعلاقات الصينية الخليجية بكل تأكيد، وترمز إلى دخول صداقة صينية عربية وصداقة صينية الخليجية إلى مرحلة جديدة، وستفتح آفاقا أرحب علاقات صينية عربية وعلاقات صينية خليجية، وتقود الجانبين للمضى قدما في طريق البناء المجتمع الصيني العربي لمستقبل مشترك بخطوات واسعة. أما على الجانبين انهاز ممكن انتهاز هذه الفرصة قمتين بالعمل معا على تركيز الصداقة التاريخية ومواصلة إسراء وتعميق المعادلة تعاون شاملة إبعاد ومتعددة المستويات والواسعة النضاق بين الجانبين. والعمل يدا بيد على بناء مجتمع الصين العربي مستقبل مشترك نحو عصر جديد. سعادة السفير أنور حبيب الله، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين، شكرا جزيلا لك.